حضرتك يا مس، وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دودو؟ ايه الأخبار يا يا قلبي؟ حد نعمة يا بنتي، الحمد الحمد لله. لله. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله في نعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة عايزة والسلام. أقول لحضرتك على حاجة، أنا عملت يا الواجب اللي حضرتك طلبتيه، أنا ده عايزة تقولي على ايه؟ عملت الواجب اللي حضرتك طلبتيه. معرفش منك يا روحي، ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب. انا لسه كنت بتكلم الكلمه دي مع جروب اللي قبلكم، بقول ان انا الموضوع الايام اللي فاتت، موضوع والدتي والحاجات دي كلها، كان مأثر عليا تاثير مش قادره اقول لكم قد ايه، لدرجه ان انا لا كنت مركزه في واجبات، ولا مركزه حتى في شغلي، ولا حتى فلوسي مع الناس، كنتش مركزه في اي حاجه. فباذنك يا لا رب، ألف باذنك يا سلام، رب، انا راجعه بقوه بقى، وعايزه بقى حد يقف قدامي بقى، عايزه اشوف بقى ألف الناس بقى سلام، مين. ألف الله سلام يخليك عليها، ألف عليك يا سلام عليها، وربنا يعافيها ويعافيها يا رب، اللهم امين، ربنا وسلام يعافيها ويعافيها. السلام عليكم. الحمد لله، بقت احسن، ربنا يتم شفاها يا رب. فعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فانا راجعه بقوه بقى، وعايزه بقى سنه خمسه شوف ميس امال بقى، ايام زمان، ايام المجد بقى والحركات وكده والكلام ده، عايزين نرجع لا بقى. احنا عايزين تكسر أمل قوية. هو احنا هنرجع؟ بس وبعدين عايزه اقول لك اقولك على خبر، ايه، انا مش طايقاه. ايه يا سيدي، اعوذ بالله، ايه الخبر اللي انت مش طايقاه ده؟ انا يا اتفضل. بكره امتحان عربي. عندي بكره امتحان عربي في المدرسه. طب وفي ايه مالك مش طايقاه ليه؟ طيب لا انا قصدي يعني لا، مش عايزه امتحانات اصلا، انا عايزه انام. لا بطلي بقى اللي انت، لا بصي، هو ده اللي بينرفزني في ولاد الشطار الصراحه، ايه يبقى والله الواحد البنوته بيستنى شاطره الامتحانات على او طول. الولد شاطر جدا، صدر الامتحان انا خايف، وروح ناسي كل حاجه. طب يا ليه؟ والله تستنى. ليه طيب؟ ما احنا بصي زي اصلا الفل بيحصل اهو، في الاختبارات، ما احنا بيحصل زي اصلا الفل بيحصل في وشطار. الاختبارات. بصي يا بس اقول لك حاجه، احنا انا تمام بحب خدنا الاختبارات النهارده عامه. امتحان دين اه بتاع الاسئله جدا، انا بحب مجرد ما شفت الورقه الاختبارات. بيوزعوا تاني الورق، يا دودو اسمها، خلصت بتقولي ايه يا هما دودو؟ بيوزعوا الورق. بتقولي ايه يا حنين؟ امتحان ما سمعتكيش بتقولي ايه. سمعتك طيب يلا بينا نبدا كده، احنا وصلنا صفحه كام؟ طيب حد يقول لي. مثلا، احنا المفروض نسمع النهارده الدرس بتاعي. انا سأحاول من جديد. صفحه المعاني كام؟ بتاعتي صفحة كم؟ لحظة واحدة. صفحه من جديد، المعاني بتاعته، احنا خدنا الدرس قريناه بس لسه المعاني. صلى الله عليه وسلم. لها وبالتأكيد ان احنا اخذنا وحضرتك كسر الامل. هتعرفي ان حضرتك لانك قلتي اول كلمة التردد والارتباك، يعني اه انا كده وصلت حضرتك قلتي للصفحة، كده. يعني احنا وقفنا عند دي كده ومكملناش لسه. يلا طب بينا ناخد المعاني بتاعتنا. يلا احنا الدرس بتاعنا، حتى يا طيب ماس احنا خلصنا المعاني من زمان، يعني احنا قلت احنا خلصنا القيمة مضادها والمفرد وجمع والجمع والمفرد وخلاص. ولا احنا مثلا هنسمع النهارده؟ كملناها. ايوه احنا انا كنت بقول لحضرتك عشان تفتكري بس ان احنا اخدناها كامله، كنت بقول لحضرتك معنا، بس مش قصدي ان طب احنا ماشي خلصناها. خلاص، ها طب اوكي تمام. طب احنا هنا الصفحة دي خدناها بدر 149 خدناها. ايوه اخدناها واجب. اه سمعنا بقى يا مس، نسمع، يلا يا مس، يلا بينا، مس مش هنسمع ولا ايه؟ يلا نسمع، تعال ايه ايه دخلنا ايه كده، ايه ايه يلا بينا. يلا يا استاذ ده حنونة، معنى كلمة اوكي انتابها، تمام. ايه انتابها يعني معناها؟ ايه؟ اه ايه معنى انتابها؟ أصابها تمام، أصابها يبدو معنى كلمة يبدو يظهر. طيب، جمع كلمة مركز. السلام عليكم. مركز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مركز، ايه بقى؟ مركز. مراكز. طب يلا بينا يا دودو، ليه واخيرا هسأل ليه؟ يعني ايه كلمة استرخاء؟ الراحة.
ايه الراحة. الراحة، الله يريح قلبك، اللي هي مستريح دي بتاعت حنين. تمام. يعني يا ايه بس يعني ايه بس؟ استراحة. مش هنساها، ماليش دعوة. انا بحب التنمر. يلا يلا يبقى بينا يا الألف دودو. حرف يعني ايه الحاء. كلمة انسحاب؟ كلمة انسحاب ينفع أقول تراجع. تراجع غلط. تراجع ولا صح؟ صح. صح تراجع. بص انزل انزلني طفل فراغ. سنة الرابعة. طفل تمام. سنة خمسة. طب يلا بينا يا دودو، مع يعني جمع ممكن كلمة، ركزي معايا، جمع كلمة ذهن. ذهن يقول لك ذهن الإنسان، أجمل ذهن. ذهن. أيوة ما بقول أذهل. لا غلط. يا لا ذهن ذهن. عايزة أقول يا مستر، عايزة أقول يا لا مستر، عايزة أقول يا لا مستر. لا، محدش يجاوب في دورها. هيا يا دودو قولي. أنا هقول ذهول. ذهول الغلط برضو. جمع زفت. طب قوليها يا حنين. حنين طلعت. أدخل أدخل أذهان. ماشي، برافو عليك. يلا يا دودو. أذهان. طيب أذهان. طب جمع كلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام يوسف، ازيك يا عليكم حبيبي؟ يا مس. جمع كلمة مكسب يدان. مكاسب. يلا يا مكاسب. سوسو. شكرا يا دودو. يا سوسو سجا. ايوه، نور عين الكيتشر. يلا، لما اقول لك معنى كلمة يبدو. لوك. كلمة يبدو يبدو يرى. يظهر. احسنت احسنت، قصدي يا سجى. طب كلمة يا سجى آسفة. انا اسفة معناها نادمة. ايه؟ نادمة. احسنت، نادمة. ممتازة. طب عكس كلمة انسحاب، التراجع. هو لا لا معناه تراجع. التراجع. انا عايزه العكس بتاعه. التقدم. الله اكبر عليك يا سوسو، النهارده خارقه، ما بتفكرش، المعاني على طول حاضره في راسك. الله اكبر عليك. يلا بينا يوسف. نبدا كده بيوسف بالمفرد والجمع الاول. جمع كلمه غرفه. غرف. حبيبي. طيب مفرد كلمه مدربون. مدرب. حبيبي. طيب مضاد كلمة العكس بقى، الأرق. الأرق اللي هو أنا مش عارف أنام، يبقى المضاد بتاعها إيه؟ التعب. لا الإرهاق. لا ينفع أقول لا زي ما حنين قالت؟ لا، اصبري، هي بتاعت حنين. اديله فرصة الأول، بتاعت حنين. اديله لا فرصة أنا الأول بقول بتاعت يفكر. حنين. ها يا دودو، ماشي بقول له بتاعت حنين. اللي هي بتاعت حنين. أنا بقول لك يا يوسف أنا عايزة أنام دودو يا مسج ومش عارف خلاص. أنام، لكن دلوقتي أنا عرفت أنام، يبقى مضادها النعاس أو النوم. مضادها إيه يا يوسف؟ ها؟ معلش يا مس، هو انت حضرتك كنت بتنادي عليا لان ما سمعتش. لا يا قلبي، بكلم يوسف. مضادها النعاس أو النوم يا يوسف، اتفقنا؟ اتفقنا. او طب سنة. السنة. السنة. السنة، ها طيب أنت مش السنة، السنة. طيب يلا يا يوسف أسألك سؤال تاني. روح. ماشي. معنى كلمة ضمت. ضمت الأم ابنتها. ضمت يعني إيه؟ ضمت. حضنت. أحسنت، برافو عليك. لا ما شاء الله عليكم، كلكم زي الفل، بسم الله عليكم. ربنا ضمت بس يا تيشا. انا عايز معاني تاني. عايز معاني يعني مس تانية. برضه مس. إذا جت في أماكن تانية ممكن تقول سكنت أو تحملت. برافو عليك يا روحي، ربنا يحفظك يا رب. طب احنا قرانا معاني، هل قرانا الاسئله؟ نعم. يس. نعم نعم. قرانا الاسئله.
إنك يا سيدتي شديدة الحرص. طبعا طب هل قرأنا صفحة 100 وإيه؟ 150 يا فندم؟ 150؟ 150. لا هي العراق، بس عايزة تيجي انا حللها، الحللها كلها. أنا عايزة أعرف بس فاضل لي قد إيه على المحور. اصبروا كده عليا. لسه معانا درس. احنا لسه مش واقفين معانا. لسه السمكات الثلاثة. وبعدين هي كم يا مس؟ صفحة 100 كام اللي قلت عليها؟ افتحي لي الفهرس كده، افتحوا لي الفهرس، عايز حد يفتح لي الفهرس من عندي. عايز اعرف صفحة بس كام؟ نعم. صفحة كام؟ استنى استنى اشوف بس حاجة. صفحة، حاضر هقول لك صفحة كام. عيني. صفحة انا شوف، انا حاسه ان الصفحات غير اللي عندكم. ليه؟ طب يا مس قولي لي بس الكير، قولي لي الحدان، قولي لي قولي لي بس اول حاجه منه كده وانا اقول لحضرتك. لا انا هعمل بقى حاجه تانية. انا كده شايفه ان احنا متقدمين، احنا كده خلصنا من الموضوع الاول والتاني والتالت قرب بس يخلص في ايدينا. هنعمل ايه بقى؟ لا انا هنتوقف بقى عن الكتاب دلوقتي شويه، وفي عندنا مذاكره متميز، تعالوا بقى نحل بس فيها ايوه شويه. ده كنت لسه راح اقول لك. لما انا عايزه شايف، رجاء انا لسه فكرت انا ان احنا، حلتها انا وانت فكرت ان احنا حلتها. متاخرين، لكن لقيت ما شاء حلتها الله يا مس احنا من كويسين اولها جدا. لاخرها حرفيا. انت احنا فضل احنا قديش خلصنا اكتر من 150 صفحه مس، في ده الدين المتميز والدراسات 150. والرياضيات والعربي مخلصاهم. الله اكبر. تعالوا نبدا نحل فيها مع بعض كده. بس حلتها حاجه الصراحه يعني حاجه. قلت اكيد استنى تيتشر امال تقول لنا، عشان انا عايزه احل مع تيتشر امال. ايه تيتشر امال؟ مالها تيتشر امال؟ عملت لكم ايه؟ هو ليش صوت بعيد؟ صوتي بس بعيد اقول انا؟ لا بقول لحضرتك يا عمي انا ما حلتش اصلا، يعني انا ما حلتش في حلت؟ الاوزر المتميز. لا لا هنحل دلوقتي. هو انا بفتح معاك اول متميز. انا ما برضاش ان اي حاجه تنزل على الجروبات، ما برضاش ان اي ملزمه متميز احلها هو احنا علشان الجروبات طب يستعملوها. انا اقول لكم على حاجه. ودي صلوا صلوا على نقطه النبي، حلوه. صلوا بينا على النبي، صلوا بينا على النبي. ما هو لو خلاص دان، على الدفاع اتكلمت كلمه، وحنين اتكلمت كلمه، ويوسف اتكلم كلمه، ولا هنحس اصلا بحصه ولا هفهم حاجه. يبقى نستنى نصبر، عشان مش كنا بنتكلم، انا حاسه دماغي بتلف عليا مش فاهمه حاجه. اصبر واحده واحده، اهدوا عليا. انا بفتح المذكره اهو، بس اهدوا. بس. اتفضل يا نعم تيتشر. بقول لك وينفع تدينا امتحان من المذكرة؟ انا هفتح تغطت المذكره وهنحل مع بعض، واقول لكم ازاي انا بشتغل في مذاكرة متميز. انا ليا طريقه معينه. ادي، وللحين انا ما عنديش دوت الحمد لله. ادي مذاكرة المتميز قدامنا اهوت. هنكبر شويه الصوره عشان بس الصوره تبقى واضحه بالنسبه لكم. هو دوت كتاب الأضواء؟ لا اضواء ايه؟ لا مش اضواء خالص يا روحي. اول المذكرة حاجه بيقابلني، اول حاجه بتقابلني، وعايزين نهدى بقى كده، نصوص الاستماع. نصوص الاستماع دي انا هدربكم عليها باذن الله، مش الحصه دي، الحصه الجايه. فانا دلوقتي عايزه اركز على ايه؟ على لما كنت القراءه. الصفحة دي بقول فين نص الاستماع اللي انا هقوله ده؟ لا في نص استماع انا هدربكم عليه، موجود نص الاستماع. انا هقول لكم نص الاستماع، وانتم يعني انتم هتحلوا، كل واحد فيكم هيحل واحد لوحده. خلاص ده الحصه الجايه اللي هي يوم ان شاء الله الثلاث. النهارده بقى انا عايزه اركز على مين؟ اكد على القراءه المتحرره ونص المتحرره. يبقى الحصه الجايه الاستماع والنحو. النهارده نحاول نخلص التعبير الكتابي مثلا، او ممكن التعبير الكتابي يوم الخميس، هنشوف على حسب ما ربنا ييسر لنا الامور. نعم يا سوسو. ينفع انا الاول ابدا؟ تعالي يا سوسو توكلي على الله. يلا اتفضلي اقراي الفقره ونسمع كلنا سجا وهي بتقراها، وهتحلها لوحدها. اتفضلي يا سجا. جلست اتصامر مع ابي الذي يعمل مدير في احد الشركات بعد ان فرغ من مكالمته الهاتفيه. كان اسامها ارسل لي سيرتك الذاتية. فسألت أبي لماذا طلب سيرة ذاتية من هذا الشخص؟ تبين لي السبب قائلا
إنه يريد أن يعمل معي، وأريد أن أتأكد منه أن مهارته تناسب الوظيفة. قلت ولماذا؟ ولماذا تختلف مهارات الناس؟ رد الأب، لقد فطرنا الله لقد بشر فطر الله وبشر البشر. مختلفين في مهارات في مهاراتكم، وليتم التكامل بيننا بين الجميع. ماشي يا روحي. جلست جلست أتكلم أتكامل مع هنا. أتكامل يعني أتحدث ليلى أتحدث ثواني أتحدث ليلى تمام. وبين بين لي أبي سبب اتصال، يعني يعني ايه بين؟ وضح لي. وضح لي. احسنت، ممتاز يا سوسو. يعمل الابن يعمل مدير في احدى الشركات. غلط. تمام. الهدف من التنمية الذاتية معرفة المهارات الشخص. برافو. طب ايه أهمية الاختلاف بين الناس؟ مش موجودة الإجابة فوق. ليتم التكامل بيننا بين الجميع. الصراحة 10/10. الله أكبر عليكي، قرايتك زي الفل، إجاباتك كلها زي الفل. شكرا يا سوسو. بس ينفع انا بس ينفع انا مش تعالي هوصلها يا بس حنونة. يلا يا حنونة اتفضلي. هي هي عرفت تتسرع عرفت تتسرع عرفت تجاوب بسرعة. ايه؟ طلب المعلم من التلاميذ اختيار أهم مهنة في المجتمع والتي لا يمكن الاستغناء عنها، فقال جاد مهنة الشرطي فهو يحفظ أمان الناس. فرد محمد لا بد الطبيب هو الأهم لأنه يعالج المرضى. ورد عمرو قائلا إنها مهنة المعلم فهو يعلم التلاميذ وينمي قدراتهم. وهنا قال المعلم كل المهن تتكامل معه، في الخدمة كل أفراد المجتمع ولا يمكننا الاستغناء عنها أو محو أي مهنة. نحن جميعا متميزون ومختلفون ولكن متكاملون. أحسنتي. يلا المراد. تمام. هو إزالة. أحسنتي. مفرد متميزون ما لا سجا، أنت بتحلي ليه يا سجا؟ لا ما هي حلتها صح؟ لا انت ما تكتبيش، انت ده دورها وهي تحله بايدها. تمام. يلا يا روحي. ها، متميزون ايه؟ متميز متميز. يعني المتميزون كده متميز. تمام. اتفق حول المهنة المهمة في المجتمع غلط. المهنة هي كمان صح. المختلفة صح. تمام، الله يفتح عليك. يلا يا دودو، أيوة بس صح. الفقرة اللي أوكي بعدها يلا بينا. رأيك في يا مس دكتورة الله عادية أكبر عليك، زي الفل، الله أكبر عليك، ربنا يحميك يا بنتي. عشان كده أنا، كنت بتقولي أنا خايفة من الانتحار، أنا زعلت منك. يعني أنت شاطرة، الله أكبر، أنتوا كلكم الله أكبر عليكم ممتازين، مفيش حد يخاف من حاجة. أنا أصلا بدربكم على الحاجات الغلسة والصعبة، فأكيد الامتحان هيجي أسهل من اللي أنا بعمله فيكم، أكيد. أكيد يلا. يلا يا أستاذ بالفعل. دود. خلق الله عز وجل الناس المختلفين وتكمن أهمية الاختلاف بين أجناس البشر هي في تكمن ولا تكمن؟ احنا خدناها دي. تكمن تكمن تمام. وتكمن أهمية الاختلاف بين أجناس البشر في التواصل مع الآخرين واكتشاف ما عندهم من تنوع ثقافي وفكري واجتماعي، وبعد الاختلاف وسيلة تكامل، لأن الله تعالى خلقنا مختلفين لنتعارف لا للتعارك لا تتعارك لا تتعارك لا لنتعارف.
لنتعرف لنت لا لنتعارف، بس هو حط ايه بدل النون؟ هكمل. ولنتكامل نتكامل لا لا لنتصادم. لن نتصادم، ايوه وهذا التكامل بين البشر يؤدي إلى ارتقاء والتقدم. ومن من هنا هنا من هنا يظهر أن الاختلاف بين البشر أمر مهم يجب قبوله واستيعابه، وألا فستحدث الخلافات والصراعات والنزاعات بين البشر. انت بتقرأي كتير يا دان؟ أوي كنت بقرأ. مش قوي، ما بتقرايش، واضح ان انت مجرد بس الايه، على قد ما انت محتاجه تقري بس، يعني مثلا بنقرا درس وخلاص، لكن انت بتقراي لوحدك ما بتقرايش، صح يا دودو ولا لا؟ لا بس انا احيانا بقرا كتير لما انا مش ببقى بقول لك، مثلا انا بقول لك احيانا، انا اه بقول لك الايام اللي فاتت، الاسبوع اللي فات كده، الاسبوع اللي فات بتقراي، قراتي فيه كتير؟ لا. ليه؟ واضح ان انت شاطره، بس واضح ان انت بقالك فتره ما قراتوش، بيبان شاطر. عليكم، بيبان عليكم بقالكم قد ايه ما قراتوش، على فكره بيبان، يبان في القرايه. طب يلا ابدا يا حل يا كتكوتي. ها انت ها اقول لحضرتك حاجه، اتفضلي يا ساجد. هو الامتحان يا تيتشر هيجي في ايه؟ اللي هو الاسبوع اللي جاي هيجي في ايه يا بالظبط؟ عم زي امتحانات الشهر اللي موجوده يا بنتي، الموضوع الاول والثاني بس كده. ده الاول والثاني ماشي. اه ان شاء الله. يلا يا داني اتفضلي جاوبي يا داني، الله يرضى عليك. حاضر. مرادف كلمة دي معلش بس ما تتبوظ بتاع الثاني ثاني بتاع، كمل. معلش انا عايزه المايكات مقفوله ما عدا داني، يا ريت المايكات مقفوله ما عدا داني. تكمنوا يا دودو. ها الو، ألو ألو ايوه يا ألو، دودو. تكمن، تكمن يعني ايه؟ وأنا أصلا مش فاهمة يعني إيه تكفي، يعني لو حد جربي، تكمل جربي كل كلمة مين اللي تنفع فيهم، ما تخليش حاجة توقفك. لحظة لحظة. كل كلمة كده جربيها في الجملة وتشوفي مين فيهم اللي هي أقرب معنى. لو أنت مش عارفة المعنى، المعنى مثلا عدى عليك نسيتيه، هقعد أعيط؟ لا، أجرب كلمة كلمة، هجرب أشوف إيه اللي ينفع فيهم. ها يا روح، لحظة واحدة لحظتين اسمها يا واحدة ستي. ايه؟ خلاص توقف أهمية الاختلاف ولا تقدم أهمية الاختلاف. اختلاف تقدم هتبقى توجد توجد. توجد، عارفة مش توجد يا نعم دودو، مش توجد، توجد يا روحي. يبقى تكمن زي ما انت قلتي، توجد، حطها تحتها خط. يلا هذه اللحظة واحدة هحط عليها حطها لك، خط. انا حطيت اهو، يلا خلص. مضاد القبول ايه؟ رفض. ممتازة. طب يلا اكمل ما يأتي. خلق الله عز وجل الناس ايه؟ مختلفين. ايوه انا اختار كلمه مختلفين، ممتازه. تكمن اهميه الاختلاف بين اجناس البشر في ايه؟ في التواصل مع ايه الآخر التواصل مع الايه، الاخرين. الآخرين ماذا يحدث اذا لم نقبل الاختلاف بين البشر؟ لو انا ما قبلتش الاختلاف هتحدث ايه؟ سوف تحدث الخلافات والصراعات والنزاعات بين البشر. الله يفتح عليك، ممتازة زي ما أنا عارفة عنك. طب يلا بينا يوسف حبيبي. أوكي. أقرأ كتير زي ما حضرتك قلتي. اه اقرأي كتير، القراية اللي مزعلاني منك، انت شاطرة بس انت قراية بان عليكي بقالك فترة ما بتقرايش، وده طبعا مأثر عليكي. يلا بينا يا أستاذ يوسف. أوكي. يلا يا عسل اتفضل. كيف أكتشف موهبتي؟ كل اكتشاف اكتشف يبدو
بس الف فال فس فال يوسف فسأل يا نفسي. يوسف يا نعم يوسف، نعم عايزين نحط الكلمة جوه بطننا يا يوسف، حط الكلمة جوه بطنك محدش يحس بيها وانت بتقراها، وسمعنا بس الكلمة وهي على بعضها. أوكي. كيف أكتشف موهبتي؟ كل اكتشاف أكتشفها يبدأ بسؤال. فسأل نفسك فاسأل فاسأل نفسك نفسك، أيوه فاسأل نفسك ماذا أحب أن أفعل؟ ما تمام. الذي أستمع لا ما سماع تسمعنيش استمع، دي اقرا كلمة في بطنك حطها جوه، خليها على بعضها جوه بطنك محدش يسمعها وانت بتقراها باستهجاء كده. ما الذي ايه؟ اقراها جوه كده، طلعها لي على بعضها. ها يلا، استمتع ايوه بالفعل. كده، ايوه عليك، عيب عليك. فإن وجدت الأجانب فقد قطع نصف الطريق. إذا عرفت ما تجب فعله فمارس تعرفت بنظرة ما تجب فعله، ها تمارسه. فمارسها بانتظام، بانتظام بانتظام، لترى ما يمكنك أن تصل إليه. ابحث عن تجارب جديدة قد يجذبك. يجذبك شيء من أول وهلة، تمام. وهلة وآخر أسئلة من حولك عن الأشياء التي يرون أنك ماهر فيها. فقد يلاحظون شيء قد يتحول إلى موهبة عظيمة إذا وجدتها. وجهت تركيزك إليه، ممتاز. أوكي. انت بس برضك نفس الموضوع بتاع ده، بقالك فترة ما بتقراش كتير. طبعا يا تيتشر. لا ساجا وحنين تمام، انا بتكلم على دانو ويوسف النهارده، هما بيقروا كويس اه، بس هما بقالهم فترة مطنشين موضوع القراية ده، ما بيقراوش كتير، مش الدرس وخلاص، لا انا عايز ناس تقرا. كيس الشيبسي يقراه، باكل بسكوت اقرا المكتوب عليه، لو يافطه قدامك كنت ماشي في الشارع اقراه، ما تسيبش حاجه الا لما تقراها. انا بقرا لما ببقى نازله مشوار. انا بص يا اولاد، بص يا اولاد، ركزوا معايا، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللغه العربيه او القراءه عامه دي هتبقى حياتك كلها، هي مش مجرد ماده انا بدرسها وبرمي الكتاب وخلصت، انت بتقرا في كل مكان، لازم تعرف تقرا. حتى لو انت مثلا يا سيدي خلصت دراستك وبقيت مثلا ما شاء الله ايا كان اللي بقيت واي مركز، لازم تقرا انت العربي بتاعك. يعني انا مثلا انا في ولد كنت بديله من هو في سنه ثالثه، ما اعرفش كلمتكم عنه ولا لا، دلوقتي ما شاء الله خريج كليه فوناتكس. اللي خلاه يدخل الكليه ويتقبل في المقابله نطقه للغه العربيه الصح، لان هو الحمد لله كان معايا ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب، ما شاء الله دلوقتي بقى شاب عنده 24 25 سنه دلوقتي، ربنا يسعده. فهو قراءته الصح العربي وحبه للغة كلغة، بعيد عن بقى ان هي مادة غلسة، مادة فيها نحو، لا هو حبها لحبه ليا، فحبها بفضل ربنا، فهو اجادها. فلما اجادها يسرت له كلية اصلا داخلها انجليزي، هو داخل الكلية ان هو انجليش، مش داخل ان هي عربي، بس نطقه في العربي وفي الانجليش هو اللي اهله للدخول الكلية. فانت هينفعك العربي في حياتك كلها، لما تيجي تقرا نشره ده علاج، النشره اللي هي اللي بتبقى في الروشته كده، تبقى موجوده جوه البرشام بالعربي، كل حاجه بالعربي، عشان احنا عرب، فلازم اهتم باللغه، لازم اقرا اي شيء يقابلني، جورنان شغال، قصص ميكي، اسيبكم من كل ده، عارفين قصص ميكي واميرات، هاتوها اشتروها مع انها بقت غاليه قصة الايام دي، قصة هاتوها قصة. واقراوها، القراءه لا فيها يا مس والله يا مس، أنا بكتب قصص لنفسي وأقرأها خلاص. المهم إيه ان انت ما تسيبيش نفسك، وما تسيبش نفسك ابدا الا يا القرايه، تيتشر، القرايه دي أنا حياه. أصلا احنا بس المشكلة يا مس إن أنا مش بقرأ، و
انا فكر بروح محل كده بيبقى فيه قصص، بيبقى فيه قصص بالانجليزي وبالعربي. انا عندي منها قصة ممكن اقراها. لا بس انتي مركزة على الانجليزي الايام دي يا دان، انا مركزة على الانجليزي اكتر، صح؟ وانا مركزة على الاثنين، بس العربي ممكن ما بقراش لا الانجليزي. انتي مركزة على الانجليزي الايام دي، مع ان انا لا شفتك ما ولا عارف، بعرف بس اعمل انا في كده. عصفورة بتقول لي جوه قلبي ان انتي حاطة العربي على جنب شوية. ايه ده، انا نسيت اللينك، اللينك بدأ. طب تعالوا نحاول نقفله كده، يلا بينا. ماشي. نعم، فنفس الامر، مفيش يمس، حاول نقفل ندخل تاني. يلا، سلام عليكم.